مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا دايما بخير. تعالوا نقرا فنجاننا ونشوف يا ترى ايه مخبلنا. مخبي القصر اللي اتصور فيه فيلم الايدي الناعمة اللي احمد مظهر فيه باع نياشين اجداده عشان ياكل البسبوسه، وقال على كل اللي سابوه لوحده ومشيوا خونه. عارفين بقى القصر ده دلوقتي ايه؟ ده متحف محمود خليل. ايه متحف محمود خليل ده؟ ومين الراجل ده اصلا بقى؟ اقول لكم، ده محمد محمود خليل، محامي وسياسي مشهور، وزير الزراعه، ورئيس مجلس الشيوخ المصري، ومناصب كتير قوي فوق بعض. طب والقصر ايه؟ ده حكايته حكاية بقى. بناه واحد فرنسي مشهور سنة 1905، وباعه للأمير عمر طوسو، وباعه الأمير لمحمد محمود خليل، وعاش فيه محمود خليل مع مراته الفرنسوية الجميلة إيميلين هيكتور. عاشوا حياة سعيدة مع بعض، وكان هو ومراته من محبين الفن والفنانين، ولفوا العالم كله يلموا التحف من الشرق والغرب، وجابوا اللوحات من أشهر فنانين العالم، حتى فان جوخ جابوا له لوحة، اللوحة الشهيرة لوحة زهرة الخشخاش المرحومة دي، عارفينها؟ وفضلوا كده يلفوا العالم يجمعوا كل التحف النادرة. وقبل ما يموت محمود خليل وصى مراته واتفق معاها إنها تتبرع بالقصر للدولة في وصيتها عشان يتحول متحف بعد وفاتها، وتوفت سنة 1960. وفعلا بعد وفاتها تحول القصر المتحف سنة 1962. وفي سنة 1972 قرر الرئيس أنور السادات إنه ياخد المتحف ده كمكتب ليه، مع الحفاظ طبعا على كل محتوياته وأساسه، ونقل مقتنيات المتحف من لوحات وتحف نادرة لقصر البرنس عمرو إبراهيم لحد ما يرجعوا للمتحف تاني. وفعلا الحمد لله كل حاجة رجعت لمكانها في متحف محمود خليل تاني، وافتتحوه من جديد. القصر أول متحف متكون من 3 أدوار، الدور الأول 4 قاعات وصالة، والتاني 7 قاعات وصالة كبيرة، الدور الثالث من 5 قاعات وصالة كبيرة وكمان في أسانسير. أما عن مقتنيات المتحف بقى، فهم 403 لوحة و42 تمثال، والمقتنيات دي من أعمال 143 فنان كلهم من أشهر فنانين العالم، لدرجة ان زار المتحف مجموعة من خبراء الفن الفرنسي سنة 1989 لفحص محتويات المتحف، واكدوا ان كلها اصلية، وطلبوا من الدولة ان المقتنيات دي تسافر فرنسا في معرض مؤقت عشان الشعب الفرنسي يتعرف على الفن ده. وفعلا سافرت سنة 1994 ورجعت تاني. الله يرحمه محمد محمود خليل كان هدفه ان الشعب المصري يتعلم الفن ويتذوقه ويتعرف عليه بمعنى الكلمه، ويتعرف ايه جمال الفن، قد ايه دي حاجه راقيه وجميله. لازم تروحوا تزوروا المتحف وتشوفوا قد ايه ده مكان جميل ومليان حاجات جميله. مش هوصيكوا بقى، اللي يروح يتصور كتير ويشاركنا تجربته ورايه في المتحف على صفحه الفيسبوك بتاعتنا. أحب أفكركم إننا اتفقنا مع ديكوريستو، صفحة الفنان مصري بيعمل لوحات ورسومات، وإن أي حد هيستخدم كود اتفضل قهوة D20 ليه خصم 20% على أي لوحة هيطلبها. لينك الصفحة هيكون تحت الحلقة. كمان هتلاقوا مصادر الحلقة ولينك البلوج والفيسبوك والإنستجرام وتويتر والتيك توك تحت الحلقة. واللي بيشوفنا يعمل لايك وشير للحلقة، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل سبسكرايب للقناة عشان يتابع كل جديد. استنونا الأعداد اللي جاية، وإلى اللقاء في فنجان جديد من اتفضل قهوة مع نورهان نبيل.